تصرف غير متوقع قامت به البلوجر التونسية المشهورة خلال البث المباشر بشكل أثار ردود أفعال واسعة وسط تساؤلات عن الخطوة التالية التي ستقوم بها في الأيام القادمة بعد أن بدأت تمهد الجمهور لما ستفعله. فما القصة؟ تصرف جديد أثار الجدل قامت به البلوجر التونسية المشهورة بعد شهور قليلة من انفصالها عن زوجها التيك توكر الأردني المشهور، والذي قررت على ما يبدو أن تجعله يندم على انفصاله عنها بالقيام بأمور لا تخطر على بال الكثيرين. البلوجر التونسية ضحى العريبي قررت على ما يبدو أن تغير أسلوب حياتها وشكل ملابسها وإطلالتها، حيث بدأت بشكل تدريجي تغير كل ذلك، وهو ما ظهر خلال البثوث المباشرة التي ظهرت فيها في الأيام الماضية. بالطبع كان ارتباطها بالبلوجر الإسباني كانيتا من أهم وأكبر الأمور المثيرة للجدل التي قامت بها بعد تلاقيها من ميكس، إلا أنها قررت أن تضع حداً لتلك العلاقة، والتي أكدت بعد لقاء بينهما في دبي أن العلاقة بينهم ليست سوى صداقة فقط، وأنها قد انتهت أيضاً بسبب اختلاف الأديان بينها وبين كانيتا. لكن بعد ذلك عادت ضحى وبدأت تثير الجدل مرة أخرى بخصوص ارتداء الحجاب، وهو الأمر الذي بات محل شكوك كبيرة بعد إطلالتها الجديدة التي توحي بأنها تمهد على ما يبدو لاتخاذ قرار سيتسبب في حالة من الذهول والاندهاش للكثيرين من محبيها ومتابعيها. ظهرت ضحى في أحد البثوث المباشرة وقد غيرت من شكل الحجاب الذي ترتدي، حيث غيرت طريقة الحجاب الذي كان يغطي منطقة الرأس بالكامل وصولا إلى العنق وحتى كتفيها لتظهر بشكل جديد ومغاير تماما. حيث ظهرت ضحى في أحد البثوث وهي تتحدث إلى متابعيها وكانت ترتدي حجابا وصفه البعض بأنه قصير، حيث غطى منطقة الرأس فقط فيما ظهرت منطقة الرقبة، وبالتالي لم ينسدل على كتفيها مثلما كانت تفعل في الحجاب الذي كانت ترتديه في السابق. وخلال البث استعرضت ضحى العريبي الحلق الذي وضعته في أذنها، حيث تمكنت بسهولة من استعراضه أمام الجمهور مؤكدة أنها كانت تحب أن تقتنيه، ونجحت في تحقيق ذلك الأمر أخيرا. وعلى إثر ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول، حيث أبدى الكثيرون أسفهم لما وصفوه بأنه بداية لتخلي البلوجر التونسية عن الحجاب. وكتب أحد المتابعين: الحجاب يا سادة، هذه بداية خلع الحجاب. بينما كتب آخر: بداية خلع الحجاب هو كشف الرقبة. بينما رأى متابع آخر أن ضحى لم تقم بأمر مختلف وأن ذلك ليس بداية لخلع الحجاب أو أي شيء من هذا القبيل. وكتب المتابع: ما الغريب في حجابها؟ ضحى منذ دخولها لمواقع التواصل وهي تلبس هكذا، ويمكن العودة ورؤية ملابسها القديمة وستجد ذلك. فهل تعتقد أن ضحى العريبي بدأت فعلا في مراحل التخلي عن الحجاب؟